أهلا بكم. يعتبر العنصر البشري من أهم دعائم التكيف وضمان البقاء والتطور للمؤسسة، فمهما كان حجم المؤسسة فإن قسم الموارد البشرية يعد بمثابة القلب النابض لها، كونه يستثمر في أهم موارد الشركة قيمة والمتمثل بموظفيها، ويساعد قسم الموارد البشرية الموظفين للوصول إلى الرضا الوظيفي وتحقيق الذات، ولمعرفة أهمية تفعيل دور إدارة الموارد البشرية في المؤسسات ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية مدير البرامج بمؤسسة الشباب الجامعية الأستاذ معتز الشرجبي. أهلا وسهلا فيك سيد معتز. مرحبا أستاذي. يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك سيد معتز. يعني الموارد البشرية والإتش آر من المصطلحات اللي أكيد يعني يعرفها الجميع، ولكن ربما المهام والمسؤوليات يعني لا يكون الكثير على وعي بها. ما هي الموارد البشرية وما هي أهم الصفات التي يجب أن تكون متوفرة في مدير الموارد البشرية؟ باختصار شديد يمكن القول أن إدارة الموارد البشرية هي الإدارة التي تعنى بالتعامل مع الموارد البشرية والموظفة والقوى العاملة، وخلينا يعني نستخدم كل المصطلحات المتعارف عليها في الجانب الإداري، من لحظة التخطيط لاختيار الموظف حتى لحظة انتهاء الوظيفة في المنشأة، يعني من قبل ما أفكر بالتوظيف إلى لحظة استقالة أو فصل أو الاستغناء عن الموظف. إدارة الموارد البشرية تتعامل مع كل هذه الخطوات، ابتداء من يعني في بداية رأس كل سنة ميلادية عندما تقوم المنشأة بإعداد الخطة الخاصة بها، تقوم بعمل خطة خاصة بالتوظيف الجديد، أيضا خطة خاصة بتدريب الموظفين وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم، أيضا تقوم بعمل تقييم أداء وظيفي، تقوم بمراجعة كشوفات الاستحقاقات، تقوم بمراجعة أو تقييم مستوى الرضا الوظيفي الموجود والمتبادل سواء على مستوى رأسي أو أفقي بين الموظف ومرؤوسي والعكس. إدارة الموارد البشرية ببساطة شديدة هي الإدارة، يعني في علم الإدارة، في علم إدارة المؤسسات، هي الإدارة الأهم في تحقيق أهداف المؤسسة أو المنظمة أو الشركة أو الجهة الإنتاجية بشكل عام. نعم. طيب يعني معتز كانوا وضحت لنا بعض المهام التي يجب أن تتوافر والتي يجب أن يقوم بها الموارد البشرية بشكل عام ليس فقط مديرها. حاب أعرف منك أيضا ما هي الأهداف التي تحددت أنها تسعى أو يسعى قسم الموارد البشرية لتحقيقها في المؤسسة؟ شوف، في البداية وعلى رأس هذه الأهداف هي عملية اختيار الموظف. أنا يعني هذه مهمة وإضافة إلى كونها هدف في كيفية أوفر الكادر المناسب القادر على تحقيق النسبة الإنتاجية وتحقيق هدف المنشأة. بعد اختيار الموظف يأتي الهدف الثاني والمتمثل في عملية بناء قدرات الموظفين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم الموجودة أثناء الموجودة معهم حاليا. يعني أنا قد ربما أخذ موظف إمكانياته ومعارفه ومستوى المعرفي والمهاراتي منخفض نسبيا، فمن أهم وأبرز الأعمال التي أو أهداف إدارة الموارد البشرية هي تطوير هذا الجانب. بعدين تجي عملية تعزيز العلاقة، رفع مستوى أو إيش ممكن نقول تعزيز العلاقة بين الموظفين سواء على المستوى الأفقي أو المستوى الرأسي، يعني بين الموظفين أنفسهم أو بين الموظفين والمرؤوسين. هذه هي أبرز الأهداف، إضافة إلى في هدف يعني بس ما يركزوش عليه في المؤسسة اليمنية في السياق اليمني، هي توفير المساعدات للموظفين أو التخطيط المالي أو إحنا نسميه الاستحقاقات. منح الموظفين جزء من الرضا الوظيفي المتعلق في جانب الاستحقاقات، هذا أيضا من أهداف الموارد البشرية. تمام. طبعا يمكن في بعض المؤسسات الناشئة والستارت اب لا تهتم كثيرا بموضوع الموارد البشرية وأن يكون هناك مدير للموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة. ما هو دور الموارد البشرية في تطوير المؤسسات والشركات وأيضا تحقيق ربما التميز الإداري داخل المنشأة أو المؤسسة؟ أستاذة صفاء، أنت من ضمن سياق سؤالك ذكرتي المؤسسات الصغيرة والشركات الصغيرة. بالعادة المؤسسات الصغيرة والشركات الصغيرة أهدافها تكون يعني لا يكون معها هدف استراتيجي طويل المدى، ما يكون في معها خط إنتاجي متعددة وخطوط إنتاجية متعددة أو منتجات متعددة. فلذلك هذه المؤسسات الصغيرة بالعادة لا تكون قادرة على استيعاب مدير موارد بشرية أو على استيعاب فتح
قسم خاص بالموارد البشرية. الموارد البشرية عادة تبدأ من المؤسسة المتوسطة التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 30 فما أكثر، والمؤسسات الكبيرة. بالنسبة لوجود الموارد البشرية، يعني في السنوات السابقة كان يطلق، كان في مصطلح يعني معروف متعارف عليه أنه يسموهم شؤون الموظفين، لكن مع تطور العمل الإداري وتطور العمل المؤسسي تغير المصطلح وأصبح الموارد البشرية. يعني الآن المؤسسات والشركات مكونة من موردين أساسيين، المورد المالي والمورد البشري. فالذي لا يهتم من المؤسسات المتوسطة والمؤسسات الكبيرة، الذي لا يهتم بجانب الموارد البشرية حتى لو كان متوفر لديها الموارد المالية، بكل تأكيد لن يستطيع أن يصل إلى هدفه الاستراتيجي الذي أنشأ من أجله المؤسسة، وبالتالي سيتعرض للفشل. يعني كذا ببساطة شديدة هذه أهمية الموارد البشرية. إذا ما فيش موارد بشرية قادرة على إدارة المال الموجود وإدارة الكادر البشري، المؤسسة ستفشل بلا نقاش. نعم، يعني في إجابتك عن السؤال السابق سيد معتز كنت تكلمت أنه من وظائف أيضا الموارد البشرية أنها تحسن العلاقة بين الموظفين نفسهم وبطريقة أيضا رأسية بينهم وبين مرؤوسيهم، لكن يرتبط عادة عند الموظفين بشكل عام حتى في المؤسسات والمنشآت الكبيرة أنه HR موارد بشرية لازم نخاف منه، لازم نبعد عن طريقهم، ما نتواصلش معهم أبدا. فلماذا هذا الخوف مع أنه يفترض من الموارد البشرية أنها تعزز حبنا وانتماءنا للشركة التي نشتغل معها بنعمل لديها؟ شوف بكل أسف يا عزيزي أن الموارد البشرية يعني عندنا، أنا أتكلم عن السياق اليمني بالتحديد، يعني الحاصل الآن أنه في الموارد البشرية في اليمن هي شؤون الموظفين حتى اللحظة. يعني لم المؤسسات، يعني هي تقريبا يعني من خلال تجربتي أو من خلال القصص التي توارد علينا والتجارب الأخرى التي أسمعها من موظفين في جهات أخرى، تقريبا هي جهتين الذي عرفت أنه فيها إدارة موارد بشرية فعلية، واحدة من كبرى الشركات التجارية في اليمن والتجربة الأخرى كانت في بنك تجاري. هذه الجهتين اللي عرفت أنه فيها موارد بشرية، أما بقية الجهات فحتى اللحظة ما يزال هناك شؤون الموظفين. شؤون الموظفين شغله الشاغل هو كيف يخصم على الموظف، صحيح، يراقب غيابه ودخوله يعني وكيف يخصم عليه، صحيح، يراقب حضوره وغيابه ويتناسى بقية الأمور الأخرى المتعلقة بالجانب الوظيفي. يعني إدارة الكادر الوظيفي أو إدارة القوى الوظيفية مثل ما أسلفت إجابة السؤال الأول لا تتعلق فقط في عملية الحضور والانصراف. الآن تعددت وسائل الإدارة في إدارة المنشآت وإدارة الكادر الوظيفي. هناك مؤسسات عالمية وهناك شركات عالمية وهناك شركات حتى على المستوى المحلي وهناك منظمات دولية. الآن يقول لك أنا يعني أقيس الهدف بالنتيجة، أنا ما عاد يعنيناش الموظف هذا يداوم أو ما يداومش وكم يداوم ساعات، هل يجي الساعة 8 أو ما يجيش الساعة 8، أنا يعنينا في الأخير ماذا أنجز وهل حقق لي الهدف الذي أنا أريده أو لا. إذا ما حققش الهدف الذي أنا أريده بكفاءة وفعالية فلا معنى للحضور حقك والانصراف. جميل، تمام، كذا ببساطة شديدة. نعم، طيب، يعني ممكن ربما بعض الشركات لعدم إدراكها لأهمية الموارد البشرية ومدير الموارد البشرية قد يعني تنصب أي موظف أو أي شخص لإدارة هذه الموارد البشرية. هل يعني أي شخص ممكن أن يعني يشتغل في هذه المهنة، ولا لازم تكون في صفات معينة تتوفر في هذا الشخص القادر ربما على إدارة الموارد البشرية؟ لا، شوفي في بالنسبة للتسلسل الوظيفي في الموارد البشرية فيه يبدأ من يعني الآن في معنا يقول لك رئيس قسم، بعدين مدير موارد بشرية، بعدين خبير موارد بشرية، بعدين مستشار موارد بشرية، بعدين يوصل إلى مستوى ريادي في أعمال الموارد البشرية. يعني مش أي موظف، مش أي شخص قادر إنه يمسك إدارة الموارد البشرية في أي جهة. مدير الموارد البشرية يجب أن يكون شخص إبداعي، يفكر خارج الصندوق زي ما يقولوا، قادر على ضبط نفسه، يمتلك مهارة التخطيط، يمتلك مهارة الإدارة، قادر على إدارة الوقت، قادر على إعداد التقارير، زي ما قلت في البداية قادر على ضبط النفس بشكل كبير، يلم بقوانين العمل الموجودة في البلد الذي يقيم فيها. يعني الآن أغلب المشاكل التي تحصل بين الموظفين والشركات هو بسبب عدم إلمام مدراء الموارد البشرية بالقوانين أو اللوائح التنفيذية لهذه القوانين. يكون في معه أيضا مهارات جيدة في العرض والشرح والاتصال والتواصل والتفاوض، لأنه يكون هو معني
بتطبيق وانفاذ لوائح الجهه الذي يشتغل فيها، سواء على جانب في جانب المالي المستحقات الخاصه بالموظفين او التفاوض مع جهات اخرى. نعم. وقد بعض الاوقات يضطر مدير الموارد البشريه الى التفاوض مع استشاريين او موظفين على مستوى كبير، فيحتاج الى مهارات تفاوض يعني علشان يستقطب موظفيننا من جهات اخرى. كمان في هناك الان انه يكون مدير الموارد البشريه او موظفي الموارد البشريه قادمين على استخدام نماذج الموارد البشريه او انظمه الموارد البشريه. احنا بكل اسف يعني في السياق اليمني، اكرر في السياق اليمني، حتى لحد الان احنا نستخدم في الموارد البشريه فقط نظام البصمه لحد الان. بينما اذا الشركه او الجهه الذي اشترت نظام البصمه هذا لو حاولت ان بس تطلع على بقيه الايقونات بتكتشف انه داخله اكثر من تفرع. في تفرع خاص بالتدريب والتطوير، وتفرع خاص بالعلاقات، تفرعات خاصه جميل. بامور جميل. اخرى يعني غير مستخدمه وغير مفعله على الاطلاق. نعم. طيب يعني سيد معتز، عشان توصل الصورة أكبر بشكل أوضح حتى للمنشآت اللي هي مش معتمدة على موضوع الموارد البشرية مثل ما تحدثت، فقط يعني جالسة بتستخدم مصطلح شؤون الموظفين وبنفس الفكرة التي قامت عليها اللي قام عليها شؤون الموظفين، عشان توصل الصورة بصورة الفكرة بشكل أوضح، كيف الإدارة الموارد البشرية التي لا دخل لها في العملية الإنتاجية في المؤسسات أن تكون من المؤثرات الأساسية على ارتفاع وانخفاض الإنتاج داخل المؤسسة؟ أول شيء، ما أنا ما أعتقدش أن الموارد البشرية ما لهاش دخل بالإنتاج، هذا بداية. يعني إدارة الموارد البشرية لها ارتباط مباشر بالعملية الإنتاجية، يعني سواء كانت المؤسسة هذه تقدم خدمة ملموسة مادية أو خدمة غير مادية، يعني بالأخير المنتج الذي يسلم للمستهلك يعني هذا هو اللي نسموه احنا منتج، الذي الشيء الذي يوصل للمستهلك سواء كان مادي او غير مادي. بالنسبه للموارد البشريه زي ما قلت لك في البدايه، ما فيش جهه او مؤسسه متوسطه او كبيره الموارد البشريه لا تتعلق بمستوى جوده الانتاج فيها على الاطلاق يعني. فاذا تمام. طيب يعني ممكن نعم سيد معتز، أكيد الموارد البشرية وأهميتها، هل ممكن أن تؤدي إلى السعادة الوظيفية؟ كيف يمكن أن تؤدي الموارد البشرية وهذا القسم إلى سعادة الموظفين؟ وكيف يمكن أيضا أن تؤثر التكنولوجيا على إدارة الموارد البشرية؟ طيب أنت تشي إحنا نتكلم على المستوى اليمني، يعني على إدارة الموارد البشرية في اليمن، أكيد يعني اليمن. نحن يعني على مستوى اليمن، كل شيء على مستوى اليمن كنموذج. ممكن حتى نتكلم طيب. في البداية الأخرى معتز إذا سمحت لي، كيف هم بيستغلوا هذه الإدارة بصورة أوضح، وكيف إحنا في اليمن بنتعامل معها، ولو ممكن باختصار شوية. طيب إحنا لحد الآن في اليمن ما وصلناش إلى مستوى الرضا الوظيفي، يعني في علاقة الموظف المرؤوسية أو علاقة الموظف بالشركات. ما فيش جهة تقريبا وصلت إلى مستوى الرضا الوظيفي، فمن الصعب أن نتحدث عن السعادة الوظيفية. يعني لا الرئيس راضي عن الموظفين حقه، والموظفين راضين عن ما يقوم به المرؤوسين له يعني الرؤساء حقهم. فالحديث عن السعادة الوظيفية في اليمن ضرب من ضروب الخيال في المرحلة الحالية. لكن في تجارب أخرى، يعني أنا أعرف واحدة، يعني في تجارب نوعية وكان مميزة في اليمن. يعني احد البنوك التجاريه في اليمن اثناء افتتاحه، يعني في بدايه افتتاحه، كان هناك تخطيط حقيقي للموارد البشريه فيه، فقام بتاهيل عدد كبير من كوادره يعني في بدايه عملهم، وكان معه هدف استراتيجي انه بعد 8 سنوات انا استغني عن كل الكادر الاجنبي الموجود معي في البنك، لانه جاب كوادر من خارج اليمن على اساس انه يمسكوا اداره البنك. فبعد عدة سنوات فعلا الخطة يعني أتت ثمارها، الخطة تخطيط للموارد البشرية، وفعلا أغلب الموظفين الذين دربوهم أصبحوا هم من يديرون دفة البنك. وبنفس الوقت كان نظام الاستحقاقات والامتيازات والعلاقات الداخلية اللي بين الموظفين كان مبني على قواعد وأسس سليمة، فلذلك يعني هي من أحد أقل المنشآت التجارية في اليمن الذي يتسرب منها الموظفين، يعني الجهة هذه الذي يدخلها ما عاد يخرج منها زي ما يقولوا. فهنا يمكن نقول عن المصطلح السعادة الوظيفية أو الرضا الوظيفي كيف يقاس. أنا لما أروح مؤسسة عدد الموظفين الذي يستقيلوا منها أو حتى يفصلوا ويتم الاستغناء عنهم منها قليل ومنخفض، هنا أقدر أقول أن هذه المؤسسة وصلت إلى مرحلة استقرار وظيفي وفيها رضا وظيفي، ويمكن القول أيضا سعادة وظيفية. نعم يعطيك ألف عافية.
معتز يعطيك الف عافيه. احنا وصلنا معك الى ختام هذه الفقره، اتمنى تكون كل التوجيهات والنصائح اللي تكلمت فيها وصلت لاداره لمدراء المؤسسات والشركات في كل مكان، ويعطيك الف عافيه مدير البرامج بمؤسسه الشباب الجامعي معتز الشرجبي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.